صافي راني وصلت للدار. خسر الله الحرام شنو ديروا اليوم؟ خليه ماشي مشكل ومع الادوات وداكشي. يلا 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 حبيبتي سير الله يعاونك من بعد ونعيط لك. الله يعاونك وصافي فكرة ترد الهضرة. منال او غادي نشرح لك ما تفهمينيش غلط. اشنو غتشرح لي؟ شنو غتشرح لي؟ هادشي انا شارح راسو باقا شي حاجه اكثر نشوفها. لا لا تقمني تقمني. اشنو الوسخ فريشي وبغيتيني نسكت؟ علاش غنسكت يا سيدي؟ علاش بغيت براتي اليوم؟ بغيت براتي. اسمعيني نفهم براتي. غادي نفهمك انا. لا قولي شنو تفهمني. يلا دوي عندك ما تقول. ندخل عليا موسخ لداري، ندخل عليا الحرام الحرام وباغيني نسكت. كي غندير تنسكت؟ قول لي كي غندير تنسكت. نصبر لي الدولة رجلي. ماشي براتك انا غنجيب براتك. اعطيني براتي. واخ اعطيني براتي. صافي صحابي ما غنديرهاش. لا ديرها. شحال من شفت هادشي؟ والله ما نكون لك مرا حيت انا كنت دميريه معاك. كنت مرا وراجل. عمرك لقيتي عليا ضره باش تدخل عليا موسخه ديال الاخرى؟ عمرها ما تكون لك. صافي سكتي براتي. مخشي ليا راسي بالهضره. براتك غادي توصلك. تو لو سخين بغي لو سخ رانا لي حمارة غدا عم السخ. مش ما غطلقي ليش؟ ماما وليش ما غطلقي؟ فهميني ليش؟ ماما انا لي عارفه راسي علاش ما غطلق. يا بنيتي راه الطلاق محرم الله ما عندنا ما نديرو به. صبري يا بنيتي على راسك، صبري على راجلك. علاش غنصبر؟ غنصبر على واحد خالي ودخل موسخة وش فراشي؟ ورا شوفي الا بديتي شوكك راه ما عندك ما ديرش. غنبغي تشتي الشمل تولي جالسه في الزنقه. ماما كي قلتي هاد الكلمه عرفت ما بغيتيش ليا الخير وما حسيتيش بيا. لا بنيتي ما تقوليش بحال هكاك. انا غير بغيتك بنيتي تبقى شملك مجموع مع راجلك ودابا يهدي الله ويدير عقلو ويكون معاك. تسنيتو 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 والله ما هداش هذاك السيد ما عمرو ما غيتوب. ايوا واش غنقولك يا بنتي؟ اللي بالك ديري. يا ماشي خسيري الله يعاونك. انت راه اللي فراسك فراسك. سلام بنتي يلا الله يعاونك. براشك هاهي كتصحابني ما غنديرهاش. عرفتي باش كتعجبني يا مروان؟ باش السنطيحة. ورا السنطيحة اللي خدامة في هذا الوقت واش درت شي حاجة اللي عيب؟ قلت لي بغيتي تطلقي أنا طلقتك ومازال كتخرج في عينك. ولد الناس مبقيتش باغا طلاق. طلاق بنت واخا أوكي مي باغا حاجة أخرى. شنو هي هاد الحاجة أبنت الناس؟ هاد الدار نورمالمون. دارنا بجوج شريناها برزقنا بجوج ولا لا؟ عاودي هاد الكلمة. شريناها برزقنا بجوج. رد عليا. فيفتي شنو؟ رد عليا. ما عنديش. نورمالمون شرينا بربعين. عطيني خويا 20 ونخرج. كون عندي 20 مليون كنت ضربتها بزواج أخرى. ماشي هاد زواج أخرى. درت أربعة أنا مالي. عطيني 20 مليون. ما عنديش نصك هانتي عايشة فيه. كريه لوحي جيبي لي الكراية كبري راسك ونصي راني ساكن فيه. ما قلتش كلمة ديال العيب. ولكن الكوزينة كتبقى ديالي حيت الأتات كامل حطاه من جيبي راه مازال كريديت في مرجان. ماشي مشكل حتى أنا الطوالات لبغيتي تقضي حاجتك سيري عند الجيران مزيانة. على نسيتي لا بابا شكون صايبها خويا؟ ياك حطينا باي باي أنا زدتك لاشاص من عندي كاين ولا ما كايناش؟ المعلم الجلي شكون يخلصو في الآخر؟ هادشي كامل عندك شي وثائق قولي وثيقة فيها أنا وياك الدار نص بالنص. سمعتيني؟ ودابا وقيلا طولت معاك الهضرة بزاف. خليني نمشي لعندي ما يدار. واش راك كون كنتي ولد الناس كون بقيت معاك بنت الناس. ولكن أنا اللي درت بسبب الحب قلت ماشي مشكل راجلي وتعاون معاه. كاين لا حب لا زواج لا راجل كاين راسي هاد الوقت. كي جاتك حالتي؟ واش غنقولك حالتك حالة العدو؟ هاد الحال اللي وصلتي ليا نيلا يلا وصافي. علاش ليلا؟ ماشي انا الاولى ولا الاخر. خاصني غير نكون مرا وقادة ونعرف راسي شنو كندير. مش راجل يجي راجل ماشي مشكل. ما تخرجي طويله كي يومك ويا تي خليها لي مقاده مسقيه الليلات كي يتبوردوا فيها. علاش بابا؟ علاش اختي نخليها لي؟ ايوا ما كتبتي ما نصفو. ايوا واش غديري؟ تبقى كيفاش شنو غندير؟ عايشه في الدنيا غندير حقاش في داري حقاش النص نهار اللي بديت انا وياه درنا باي باي. اي حاجه شي صوره في الدار معلقه عطيها فيها رزقي غنبقى.
واش بغيتي يبقى يدخل ويخرج معليك قدام عينيك وتفرجي؟ ماشي سوقي. واش ما عندك نفس؟ ماشي سوقي، عندي النفس. الشيطان. لا ماشي هكاك، انا غنبرك في داري. مو كيفاش؟ ما فهمت والو، اش باغي ديري بالضبط؟ ماما راه فلوسي، راه رزقي، راه دمجوفي، راه على كتافي اللي باركه فيه، ماشي باركه عنده. انا ما باركاش عنده. دابا قولي انت غتعطيها لنفسك؟ ما عندك نفس، قلبك ميت، يدخل ويخرج لك قدام عينيك. كتحسي انتيا انت ماشي مره بحال العيالات؟ طالقي كان زوجي سابقا، اما دابا النفس من جيتو ماتت. واخا ماتت، نقولوا ماتت، من غادي يجي عليك في الدار ويدخليها من غيجيو الخايف زاتو المصحات من غيجيو قدام عينك وغيوقفوا حدا الباب ياك؟ النص ديال المنام والنص ديال المروان يدخل يخرج. انا ما سوقيش. وباص وباص، ما عندك كبده ما عندك قلب ما والو. لا واخا ماشي مشكل، ندير حل لك اميمتي. شنو هي؟ نخرج نمشي معاك لدارنا. يلا يا مالكي. واخا 20 مليون ضرب لي الزام، 20 مليون نخلي وحده تبورد عليا. واش غديري؟ عيشي في الدل، بغيتي الدل، بغيتي التكرفيس عيشي فيه. مش بقيت شوفهم ندخل عليك الصغارات كي عندنا 15 عام يبقى يدخل عليك ويخرجهم عليك. انا صغيرة. بقى صغيرة، سير شوفي كيفاش خارجات الدريات عندنا 14 15 عام كيتبوردو، واخا يكون يطير معطور يهبطو يهبطو. ايوا يا غيطلع ديزارت، انا عديتني 20 عام ما انا غنهبط شي واحد نهبطو نهبطو. تهبطي هبطي هبطي الخلع. ماشي ماشي كامل. اش تبغي؟ وانا نشوف اش وقع لي. كنت ناوية بلا نخرج ليا بلا اخر، غتجي تجلسي معايا وغتونسي انا نحط الراس على الراس ما تقوليش ليا لا. انا كنسمعك نبقاو نشوفو فيك قدام عينينا. اش كيجينا هو؟ صافي بغي يعطيني 20 مليون نخرج، ما عطانيش جالسة. صافي ما يجيش غادي نقول لك، ما بغاش نخليك بوحدك في هاد الزوبية صراحة. هو صافي كوني هاني نمشي نجبح وجهتي وغنجي. ما نقدرش نخليك. ساعة أخرى. يلا نمشي نبدل نجيب نبدل ساعة أخرى كيما قلتي ونجبح وجهتي. جيبي معاك دوك المانط اللي بقاو تما عندك. جي نقلي نقلي لي مازال في الدار، نقلي بركة ما نقلتي. راجلي اللي حقدني. ان شاء الله غير هي بغينا نعرف لك بشي حاجه. اش بحاجه مخبي عليا مروان؟ انت عارفاني انا دابا طلقت ياك، ولكن مرتي باقا ساكنه معايا في الدار وشاركينها بالنص. كيفاش بالنص مروان؟ انت عارفه دابا فاطمه الزهراء جيل ديال اليوم كيبغي يتعاون وكيبغي كلشي فيفتي فيفتي ولا لا؟ وانت طلقتي منها دابا وهي باقا ساكنه معاك في الدار، اش من زواج هذا واش من طلاق هذا؟ انت شوفي انت ما تضربيش حسب هادشي، وانا مقاد اموري كامله، هادشي علاش انا باغي نتزوج بيك ونجيبك تسكني معايا في الدار. وهي كاينه وتكون ولا تقعد فاطمه الزهراء ما كتهمنيش، كتهمني انتيا. ماشي يا مروان في هادشي، خليني نفكر وديك الساعه نرتعد. واخا بنت الناس ما كاين حتى شي مشكل، يلا نمشي. يا ربي توافق الصراحه، عيالات اليوم كيبغيو كلشي ديالهم بوحدهم. بغيت نشرب او ما نشربش؟ لا ما تشربش اخويا، الكوزينه داخله في جهتك. ما كذبتيش الكوزينه ما داخلاش في جهتك، انا عليا صفر ادوي صفر ادوي قرعه ديال الماء وكاس. صح المهم ما عمرك موفيتي في شي كاس امانال نعمر بها فمك وشللت سنان مسواك عتقول لا لا مانال غنشلل. ما كذبتيش ولكن انت سمعيني مزيان وحلي معايا ودنيك. واخا سي مروان مرحبا نعم. ما قالوش لك مروان غادي يتزوج وغيجيب لالات البنات؟ في خباري غتجيب المراه وفي خباري غتخونها وفي خباري كلشي حبيبي. نسيت راجلي سابقا. ومن اليوم نقول لك الكوزينه راه ما تبقاش ديالك بوحدك، ديالك انت وزوجها الماسونه ديالك. واخا ما نبغيش شي مشكل يوقع الله يرضيك باش ما نوقعوش في المشاكل. شنو نعتبرها مراتك ولا ضرتي؟ شابريها كيما ما بغيتش. المهم حبيبه ما بغيتوش كيفاش؟ اشنو؟ شنو البيبو ديالك؟ الكوزينه؟ عمرك ما غتحبي انت لهذيك الزوجه؟ ياك؟ وحنا غادي نشوف بلا ما نجبدو المشاكل.
وحده غنجدوا المشاكل الا ما مشيهاش جي الكوزينه واخا المهم اللي عندي راني قلت لك انت الزوجة ديالي سابقا عطيها الحالة المدنية ديالي الحمد لله لي ديطاي ديالي كلها عالية ماما كتحبي عليا والو لي ديطاي ديالي كاملين عارفاها كلشي خيبك وزوينك وما قالش لك ملي غتمشي للدار غتقول لك الباب الحلال وانا لست احسن عيني انا جاي نص ديال راجلي مروان انت عندك النص منال شنو قلت لك النهار الاول قلت لك انا غادي نتزوج وغنجيب بنت ما قلتيش لي غتدخل عليا وحده اخرى غندخلها النصي ماشي نصك سمعتيني شوف احد من الماما تسمع خليها هي غتغوت اش غندير ما عنديش حق تجري علينا باش نخدم لك الحوايج ديك الساعه بصح اخر مره يتكرر هادشي تصاوتو تاني شنو واقع مبروك العروسة الجديدة غدا تحضري الفطار اش من عروسة كديري يا ماما بحال راك ميتة ما عارفة والو ماشي والو ما عرفتي الغاشرة معانا في الدار ماشي ما كنشوفش هادشي قلتو القبال قلت لك يلا هزي حوايجك يلا لداركم ما بغيتيش ودابا تحملي مسؤولية شوفي على عينك سقي عويناتك وتمنضري وشوفي لالك اللي جاب دخل عليك عندها تراسي ما كنسمعش مش نعطيك نص لا كانت لالا كنتي انا ماشي لالا هذه وحده لالا انا مزوجه بيه ثاني حاجه انا بغيت نشوف ونبقى حيت ديك اللقطه اللي شفت ديال الخيانه ما تبغيها حتى شي مره بغيت نودبو ونعيشو المرار عمرو ما يشوف منها البيض لا مع هذه لا مع وحده اخرى وتعيشي حتى انت في العذاب ما كنتي غطفري اصلا شنو باغا ديري اللي درتي انا معاك انا المهم تكره ما غنفوتكش دابا عجبتيني انا كبتي من جهته وماتت ما غنقولش لك ما كنت كنبغي وداكشي ولكن كاع داك الحب ولا حقد وكراهيه كي صافي ملي بحال هكايا يدي في يدك ونبقاو تنشتي الوالد يشمل هو وياه يخرج بلا طره ليهم ماشي ما بغاش نشتت الشمل عيشو من العذاب بغيت نشتو انا معاك بنتي بغيت نودبو الا ما هزيتك هباك شكون يهزو لك انا نوقف معاك في اي حاجه بغيتي نعلمو بنات الناس ماشي ضحكه معقوله ما قلتي كلمه العيب بغيت نوريه الخيانه الزوجيه اشنو كتعني والفساد صافي اللي درتي انا كيما دمرني غادي ندمر ولكن ندمرهم بجوج واخا الشيء اللي دمرتيها حتى هي دمرتي هي كتبقى مرا مرا هو اللي مرا جايه على مرا مراره هي ما دارت لي والو هو منال حدك تما على ما فخباركش هذا النص اللي جالسه فيه ماشي ديالك اللي قلتي جاي نحق راجلك مو صافي هادشي راه شكليات نصك ولا نص داكشي بيناتكم انا اختي ما عندي معاك حتى شي مشكله باش تعرفي المهم ما تفهمتيش انت وياه طلقتو داكشي كيبقى بيناتكم انا غير راك عارفه راه اي وحده كتبغي تسترجب لي الله ولد الناس راه قلت نتزوج بيه انا ما عندي حتى مشكل معاك بغيت غير نسولك منال انت دابا تبارك الله صراحه ظريفه وبنت الناس ومروان حتى هو ظريف ما فهمش كيفاش طلقتي منه زعما مازال طوال الزمان ومازال يعجبك ومازال تعرفي مروان زوين ومنال زوينه وتذوقي من داكشي اللي ذقت منه المرار اللي عشته شوف هاد الهضره ديال الالغاز انا راه ما كنفهمهاش جيني قود قولوا لي شنو كاين علاش طلقتي من مروان انا قلت لك ما غاديش تيقيني عرفتي علاش غتقولي حقا راه ما مزياناش حقا راه بغات تفارقنا اما لا عشتي وجربتي غتقولي قالت هذيك السيده والله يرحم لها الوالدين سيري عيشي حبيبتي ما عرفتش
ربما تكوني انت احسن مني وربما تكوني بدلتي ما عرفتش. مبغيتش نخسرك، عيشي حياتك وانسيني. صافي اسمحي لي الا برزتك، انا غنمشي لبلاصتي. ما برزتينيش، الله يكمل عليك بالخير. من نيتي كنتمنى يكون زهرك احسن من زهري، وداكشي اللي عشتو ما تعيشيش، حيت بصح واخا جيتي عليا ضره ما نبغيكش توصلي لداكشي اللي وصلت لي. دخل عندي مروان. هادشي بخير؟ لاباس الحمد لله. اختي كيداير انت؟ بخير والله الا بخير الحمد لله. عاودتي اللي عنده صحيح شي الحمد لله ويشكره. داكشي اللي كاين اودي ودي جيت عندك ما عطيتيش كلمات ضاريني في قلبي، لا مجيتك لا مجيت مانر. ماشي مشكله خالتي، اشنو حب الخاطر؟ واش درتي حاجه اللي قلقاتك؟ لا ولدي ما درتي حتى حاجه، درتي غير داكشي اللي حلو الله، ما غاديش نلومو. ولكن اودي شغل بالك راه كيما كان الحال، راه هي مرا والمرا مع مرا ما كتبغيش تجي عليها مرا، اش كيقولوا مرا راه بحال المراره عيش شويه وهي تراعي وتتراعي. سمحي لي قاطعتك، النهار الاول هي اللي طلبات الطلاق، انا كنتجار معها الكروسه ومدبدب معها الحال، بقات عليا طلقني عطى جيب لي براتي هادي هادي ودرت داكشي اللي خصو يدار. واوليدي حتى انت راه ما درتي فيها ما يصلح، راه كلشي عاودته ليا بنتي، وانت مدخل على الحرام الفريشه ودير ما بغيتي في الدار وبغيتي تبقى معاك، راه حتى مرا ما تقبلها على راسها. وعادي خالتي، الشيطان لعنه الله لعب بيا، ورا الانسان كلشي كيغلط، ورا خير الخطاؤون توابون، اللي غلب راه كيعفي. دابا اللي فات مات اولدي، حنا دابا في هذا الوقت راه انت شويه وتراعي هي شويه، وخلوا الماء من يدوز وخلونا هانين، انت عيش حياتك وخلاتها هي راعي الظروف اللي فيها، وما تحاولش تلاج حتى وياها، قدر ظروفها كيما كحال كانت اشبه بيناتكم. واخا خالتي ماشي مشكل، صافي ولدي يكون خير ان شاء الله. يرضى عليك ما يكملك بعقلك. بنتك دايره كتاك دراسه عطاني طلاقي طلقني، ملي درنا داكشي اللي خصو يدار جاي كتصبري فيا سيدو مع بنتك. صافي هاك وبيدا، والله حتى انا توحشتك بزاف والله العظيم. ناري كذاب انت كامل كتبغيني كاع بصح. شي ملي كتبغي ليا فحال هكا كنبغي غير وقتاش كنمشي نجي نشوفك فيها. ها والله العظيم وصافي ضروري غادي نشوفك اليوم، كوني هاني ما تخافيش. حتى انا كنبغيك. يلاه بسلام، باي باي. صراحه ما سخيتش بك والله، لكن صافي حيت جيت نشوفك. يلاه يلا شهر باش تزوجنا. ما يمكنش دغيا بدا كيهضر مع الدريات وتوحشتك وكان بغيك. كاين ناس كون زعما هضرتها لي لا تصدر داك النهار. منال مرحبا بك اختي، شرفتينا في السويتي ديالي. ماما كيفاش نجي لي وعارفه نصي، ولكن جيت حقشتك ما طيبتي النعمه ما كليتي ما خرجتي ملفك تمشي للاصال، كيجيو عندك الجارات يدقوا ما طلعتي نشرتي ما والو، جيت نسول فيك لوجه الله. واش كتوحمي؟ نتوحم؟ الله ينجيني، حتى يكون باهم بعدا راجل مزيان وسناح، عاد باش ديك الساعه نفكر في الولاد. شنو؟ علاش ياك لاباس؟ مالك معاه؟ مالي معاه؟ مالا ليا ليام، قلت لقيت شي راجل ولد الناس يسترني ساعه ما طلعش راجل. ماشي راه سمعتو كيهضر مع وحده باك على غير حبي وكنموت عليك وتوحشتك ونجي نشوفك. والله ما عرفت شنو نقول لك. والصباح الخير ولا مساء النور. يلا سقتي الخبار، يلا عقتي، قلتها لك قلت لك حتى تشربي من الكاس اللي شربت منه. اما لا قلت لك انا غنتسمى ما مزياناش، عرفتي دابا بسبب طلاقي. ويا اختي يلا فهمت، يلا فهمت هضرتك. شوفي نقول لك واحد الحاجه، اللي فيه شي بليه فيه راه ما كيتبدلش قليل من رحم ربي، راه اللي فيه الفساد فيه راه فيه الكارو فيه. المرا ما مزياناش راه مزياناش، كيقولك عمر شي خات نسى هزت الكتف. وسحب لي انا ساهله لي غنسكت لي انا، راه مالا اختي ماشي بحالك، انا جي درويشه وبنت الناس والله يعمرها دار، ولكن سمحتي بحقك انا والله ما نسمح لي بحقي. يعرف عليا وحده وجوج ثلاثه انا غنوري شغلي تاعي. شنو ندير نقتل راسي؟ بغيت ندير انا وبغيت، ولكن
الجناح مقرض ليا مكتفه. يا دابا جات صاحبتك الا اعتبرتيني بحال صاحبتك اختك، ناخذ حقي وحقك ولا بقات فيه. هاودي اش نقول لك، الله يخلص والله يعفو عليه. المهم سير حبيبتي خليني نمشي باش نوجد لك شي حاجه. لا حبيبتي دايره وحاجه اسمعي، دايره مقايله ديال بوزروك الا بغيتي نجيب لك شويه وقبلي عليا يا اختي. انا غنبدا ناكلها عندك جوج واحده بك، غنبقى شويه صوص شويه تقدر ونجي عندك لعندك وناكلوها صافي. على حسابك ولا على حسابي؟ كلشي غير شي، انا هذاك نصك ونصك بيناتكم. قلت لك انا ما ديريش معايا هادشي. انا اللي عاجله خبيزات ديال الدار حتى هما مشغول يدك صافي. الله يحفظك يا ماما. واخا سي مروان كيسحب لك انايا منى الدريويشه، انا غنفرجك فاطمة الزهراء اش قالت. شمعتي نعاس مع راسات؟ ويا شمعتي نعاس وحق الله. بقيتي دابا غادي عندي ما يداك، قلت غنتكا غير سوية دابا الخمسة ونص هادي باقيين عندي ما يداك غادي نخرج. واش عندك ما يداك البيضة ديالي من غير الأنايا؟ فين هادي؟ غادي نعطي السيد راه شي فلوس. بما أنك جبتي الفلوس وتا مراتك مسكينة راه خاصها شي فلوس، باغا تشري شي حويجات ومحتاجة شحال من حاجة. فاطمة الزهراء راه باهي عطيتك، ماشي مشكل هادشي اللول. ماشي راه الفلوس ديال السيد غادي نعطيك. فلوس ديال السيد زهراء؟ واد السيد تبارك الله واقيلا غالي وعزيز عليك. ماشي خذي 4000 وعطيني داك الشيء والله. لا ديتيهم ديالي كاملين، مال هاد السيد حسن مني. ما كيبان لي واقيلا هاد السيد شي لا خدمتي معاه غير حنا بالتلسان اللي عندك، والله ما يكبر فيك شي حاجه. زهراء انت شو هاد السيد هاكي تساني شي شحال في الساعه؟ تحكي لي بابا سير السيد وانا غنوريك السيد. سخنت جيبي بابا الفيلم دايرين وحشوم ما يدوز في الاولى. نور ديما باش افلام كيشوفوا. حتى صحيتي وضرتي يا خويا. ديما انا خوتي جات جاشه والله قلت لي هي الحاله خير نخرج نتمتعوا بالفلوس. قال لك هادو مروان باغي يديهم للسيد، وانا سمعتو بلا كيهضر مع وحده. لا مو فينا حنايا نوض غنقسمهم انا وياك، انت النص وانا النص، نتمتعوا نشريو لي حوايج خالتي ما ننساوكش انت نجيبو لك حقك. يا بنيتي سمعتي يلا نوضي بدلي لي الحال نوريك هادوك عما بنيتي. هادشي اللي كديري فيه راه غير منوش اللي فيه شي مصيبه فيه بليا مطلع يضيع وتطلع. انا اختي واكلة شاربة وعرفت بلاتي اللي صورته بنتي غتصوري تاتي. سمعي شي الفلوس ما غتخسريهمش وما غتعطينيش منهم، انا برزقي الحمد لله. هادو غديريهم تحت منك شي المراه اللي ما تحت منها حتى شي حاجه عارفاها زيرو زيرو. ديما كولي وشربي في الراجل باش النهار اللي يقول لك باي ديري لي جوج بايات. هادشي ديري تحت منك وديري دار وديري طوموبيل وديري مشروع منه. اما هادشي ديال خسر خسر في الاخر يضحك عليك ويرجعك ضحكه وراه خدمته اخر يا مولا نتريس كاين ولا لا. فاطمه زهراء تبقى يضحكها كيما دار بنتي وتصنطي زيدك لها جوج كلمات كيما دار لبنتي غايدير لك سنتيه وغايجي واحد اخر عنده نفس الشيء اللي ما فيهش بلي عمره ما يعيدها. خالتي بنتك بقيتيها مسكينه حانيه الراس وبدريويشه وباغا تمشي بجنب الحيط، اما انا راه باقي ما عرفنيش اش كنسوى. شاف مني الوجه الزوين، انا غنفرجك دابا الوجه الخايب اللي عمره ما شافه. غير صبري حق بنتك الا ما نجيبو لها انا ونقادوه للطريق ما تسماش فاطمة الزهراء. شتي العيالات علاش قادات؟ هذه هي اللي تغنات على مرا وقاده. والله الا مرا وقاده وفوق قاده تبارك الله عليها الله يكملها بعقلها. بعدا جاب لي دارتي تحمرت الوجه تبرد لك القلب وتفوت لك القلب ديك الجيو غتطلقوا لي المره راه بجوجات اسيري ما تكذب مع وحده غيقولوا لي جوجات. وعنتي يا خالتي هذه في خاطر مرا واش غيطرى لي وهذه في خاطر اختي درتي هانتي بلاتي تيجي. لا خليني نضحك نوضي لبسي غادي نخرج انا غنصفقك نوضي اختي. الله يخنينا الله الله يطلع لها بيهم خلي تجاوب ليا. الحمد لله انت انا توحشتك والله وصافي غنشوف كيفاش غادي ندير ونجي. لا لا كون هاني وليد تهلا ليا فراس. الحمد لله حبيبتي انت بخير كلشي مزيان. وهانتي راه مول الدرجه دابا شويه ونعيط لك. يلا سيري خليت لك الراحه. عم شي داويه مالو غير مع بنت جيراننا مسكينه اللي كانت صحيحتي من الروح الروح كنهضروا انا وياها نتنمو شويه. متاكده من جيرانكم؟ وعلاش غنكذب عليك مروان؟ شنو غنكذب عليك؟
انت راجلي وحبيبي وفك كلشي ونخبي عليك شي حاجه. لا 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 ما تخبي عليا والو غير بلا سمعت حبيبي واقيلا ولا قدر جاب لي الله مروان والله راسك راس خور عاتي مع ضربك الشمس رجع كتدخل تخرج في الهضره علاش نغلق من احسن منك ما كاينش من غيرك انت ما كاين حتى حد واخا انا ما قلتلكش نو نوجد لك غداك لا لا واكل واكل شبعت هادي غير حاجه من داكشي اللي جاي اصبر علي لما نود بك مروان ما تسماش الفضاء الصحراء سلام ولدي خالتي قد دب شغلي تفرجي يقول هذا لا ولا ما قالش هذا لا الصقعه ولا قاجيك يقول لك شكون هو هذا تولي ميته عطا الله ما يدار باقي طول ويعجبك عفريته مع راسك والله العظيم خلي دابا تشعل فيه ضبلتي بنتي والله حتى ضبلتي ما يعرف غير حنا يجفف بينا الارض يا كيما هو كيضرنا حتى حنايا في سمعتنا وكيخلينا حتى حنا نتوجعوا انا وانت حتى هو دابا ربك واعي باري عليه ما نقدش عليهم خليني بنتي نوض بحالي أنا بلاتي خبرك يجيبوا الاخرين يا مروان الو احبيبي لا خذ راحتك غير دوي راه ناعس والله جاه ناعس والله لا توحشك حتى انا ويلي كي نعس كطيح ما كيبقاش يفيق ما كيسمع والو صافي راه قلت لك غدا نجي عندك مامكش هضره مامك دوي مع حتى شي واحد كتخوني يا فاطمه الزهراء كنخونك علاش انت كتخون ويلي انا خونك وانت ما كتخونيش يا انت دابا جرب نسيتي نهار ما انا مسكينه فاش جبتي لها وحده هنا فراشها انا ماشي مالا اصلا فهمتي ماشي سوقك في هادشي كامل المسخه الاخرى انا بغيت غير نربي من هادشي كله ما كاين والو واش كاينه شي وحده كتهضر مع واحد وبصوت مجهد وانت ناعس حداها انا غير بغيت نحط لك غير واحد النقطه في ودنيك وفي دماغك شي نهار غدير معايا انا ها ولا ها داكشي اللي غتشربني منه غنشربك منه نهار غتفكر تغدرني غنغدرك اولد ناس ونجيبو لك هنا فوق فراشك وانت تعرف تمزارة لا ميمكنش كتخوني يا درت هادشي بالعاني باش نتشلق تمزارة هذا اللي قلتي ليا ما دخلش يا راسي نهائيا انا عارف كدير هادشي كامل غير باش تبردي على راسك حتى نهار كنتي جالس هنا كنت نهضر مع وحده الو حبيبه توحشتك وكان بغيك وما عرفت اشنو ديك ما كتصحابني ما سمعتكش راه كنت مخبي غير لهي ها وما نوراها انا غادي عند السيد نهار حيدت لك الفلوس راه عارفك غادي عند وحده انا بغيت غير نربيك انا راه ماشي منال من المسكينه لقيتيها حيد قصيره ولقيتها بنت الناس انا بنت الناس ولكن ملي كيجبدني شي واحد يجبد عيبي غيشوف مني شي حاجه اللي عمره ما شافها بصح كنشوف البنات وكنمشي مع البنات وكنخرج مع البنات حيت فاسد راه هادشي علاش تلقاتك منال حيت انت فاسد دابا ما كتهمني لا منال لا غيرها اللي كيهمني هو هذا الموضوع ديالنا بجوج خمسة ديال الصباح ربعة ديال الصباح على الجيران حتى واحد ما كيهمني واش بصح هكا تخونيني راه لي تليفونك وهكا تليفوني قلبو هاك الا لقيتي شي حاجه ولد الناس رجلي برجلك دابا عند العدول ولا لقيت انا شي حاجه عندك ديك الساعه هضره اخرى اش بالك على تليفوني لا ما تقلبيش ليا التليفون حيت انا عارفه ومتاكده ما كتهضر مع 70000 وحده وسمع ولد الناس نقول لك شي انا اللي صبرت معاك ما بغاش نرجع لوالديا مطلقه ولكن غنقول لك جوج كلمات كنتي ولد الناس غتشد معايا الطريق مرحبا كنتي غادا تلعب معايا ها وها راه قلت لك شنو عندي نجيبو لك وسط قلب دارك وفراشك هادشي كله اللي درتو انا غير ضحك دابا غتشوف بصح المره الجايه بصح بصح هادشي اللي كتقولي غير ضحك انا بغيت غير نخليك تحس وتفيق وتوعى انت ملي كتخوننا حنا باش كنحسوا
ولا خنتك انا باش غتحس انت؟ صافي واخا سمحي لي ما نبقاش نعاود. ولا خلي تقدر تعاود غير عاود. لا ما نبقاش نعاود اخر مره غندوي مع شي بنت وكاع النوامر اللي عندي ديال البنات غادي نمسحها. كان واعر ديك النمره اصلا نبدلها ياه بطبيعه الحال غتبدلها ولد الناس ونبداو صفحه جديده. صافي واخا انا غادي نرجع للناس تشد شنو ديال الناس. رجعت الناس تطلب من السماحه من منال من ديك السيده انت اللي غلط في حقها ماشي هي. كون لقاتك راجل وبصح وكنتي ولد الناس ما كانش غتفرط فيك حيت هي كابابل ومروص. انا عاشت غير هاد الوقت اللي جيت لعندكم بصراحه هي احسن منك بزاف. صافي كنوعدك انفو غادي نفيقوا الصباح غنمشي نطلب من السماحه وهادشي كامل اللي درت ما غيتخرجش واخا نتمنى. سمحي لي بزاف. مش تعرف راسك معامل منال. وقال ماشي حقك هذا اللي جاي فيه واش نبقى نقول نيتي المره. عارف ماشي حقي وعارف وعارف بزاف ديال الحوايج درتهم معاك غلط. انا اليوم جيت نطلب منك السماح على اي حاجه درتها معاك والله ما كتستاهليش صراحه. اي حاجه غادي نقولها ما طلينا في حقك والله مسامحه. تقدر تمشي؟ لا ما بغيتش نمشي حتى تسمحي لي من خاطرك. مسامحه تقدر تمشي منال. انا كنحس بك وخا تقول لي المسامحه ماشي من الداخل ديالك ماشي من لوفون ديالك والله. شكون اللي خلاك دير عقلك وتجي تطلب السماحه؟ هذه ماشي هضرتك وهذا ماشي مروان. صراحه فاطمه زهرة شرباتني من الكاس اللي انا كنشربو ليكم وبلا ما نحس وملي دقشو جاني مره بزاف. واخيرا طحتي في وحده اللي ودباتك عطاتك درس حياتك وعرفاتك شنو كدير وعلماتك الغلط من الصح ووراتك الطريق اللي كنتي غادي فيها لا مع ملقاك مع الله سبحانه وتعالى لا مع عيالاتك لا مع حتى شي حاجه. انسيت انا الطريقه ديالك سي مروان بلا ما تدوي. واش كيسحب لك انا نعسه في طارق اليوم؟ انا كنت عارفاك في سيدي كنت عارفاك كتخرج مع الدريات كنت عارفه داك السفر. اسمع انا اللي فايدت لي الكاس هو الحرام يدخل حتى لقلب داري وانا بانيه درجه درجه يا جوره يا جوره. الشيطان لعب بيا ما كنتش عارف اش كندير والله العظيم. ودابا راه الاغلب كيعرف عرفت الغلط ديالي كنطلب منك تسمحي لي من قلبك. عافاك كمان السؤال اللي كنت سائل دابا واش انا كون خنتك غتسمح لي؟ الصراحة نسمح لك أمانة. أنت شوف هي الصراحة أصعب حاجة هي الخيانة. مشا دابا هداك الغلط كامل اللي درت أنا مستعد نصلحو وغترجعك لدارك على سنة الله ورسوله. شنو 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 نعم أسيدي؟ كيفاش ترجعها أخويا؟ زعما جاية ويلي شنو كتسيفتي؟ نتزوج بيه. شوف أختي أنا صاحبتك ملي كنتي مطلقة منه ولكن باش تقولي تلصقي فيه ورجع ليا ياخذك إلا ما عنديش معاه هادشي. ما رجعش لي اختي تمزال. انت شوفي كنضحك معاك علاش انا غنبقى احسن منك تكون ضرتي واختي وصاحبتي. الحمد لله. المهم هاد بنادم هذا ما زدتش الثالثه سمعتي وي انا صاحب هاد الشيء بصح صافي حبيبي اجي نقول ودبات هي ودبات شي يقول لك المثال عمر داود ما يعاود لا غير يعاود